السلام عليكم شباب، اليوم راح نشرح أقوى وأحدث طريقة مضمون لتهكير لعبة ون بيس باونتي راش وشحن آلاف موارد مجانا وفي دقائق فقط. كل ما عليك أنه أنت تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتتابع الفيديو كامل. يلا خلوني نبدأ الشرح. فكما قلت شباب، سوف يمكنك تهكير لعبة ون بيس باونتي راش وشحن آلاف الموارد مجانا وفي دقائق فقط. فكما تلاحظون شباب، هذا هو حسابي على اللعبة قبل تجربة الطريقة عليه. سوف أجرب عليه الطريقة أمامكم مباشرة. يعني شباب، كل ما عليك أنه أنت تقوم بمشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية بدون ما تفوت أي مقطع من الفيديو علشان تضمن أنه أنت تفهم الطريقة. تابع مع الفيديو إلى النهاية واتبع الخطوات. أول شي شباب، راح ندخل على هذا الموقع appzilla.club/onepiece. فقط اضغط على الرابط بأول تعليق وراح يفتح معك. طبعا هذه هي واجهة الموقع شباب. أول شي بنضغط على Start Injection، وهم شباب بنضغط على Start Injection مرة أخرى، وهم شباب بنختار نوعية الجهاز الخاص بنا وبنضغط على Continue، وهون بننتظر شوي لحتى ما ينجح الموقع في الاتصال بالسيرفرات الخاصة باللعبة. وهون شباب بنضغط على Verify. وهون بتطلع الرسالة بتقول انه لازم نكمل عرضين علشان يتم اتمام العملية. بنضغط على العرضين ونقوم باكمالهما. وطريقة اتمام العرضين جد سهلة وبسيطة شباب. كل ما عليك انه انت تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وبعدين ننتظر شوي راح يوصلنا كود على الهاتف الخاص بنا. بنقوم بكتابة الكود اللي وصلنا في الموقع، وطبعا العروض بتختلف في كل بلد شباب، لكن ضروري جدا انه انت تكمل العرضين، لانه اذا ما كملتهما ما راح تشتغل معك الطريقة. نقوم بإتمام العرض الثاني بنفس الطريقة. والآن بعد ما انتهينا من إتمام العرضين شباب، بننتظر من 2 إلى 3 دقائق ونقوم بفتح لعبة ون بيس باونتي راش علشان نتأكد من أن الموقع حقا قد أرسل الموارد. وكما تلاحظون شباب، الموارد بتزداد أمامكم مباشرة، يعني في أقل من 3 دقائق من إتمامنا للعرضين الموارد وصلت. يعني هذه الطريقة شباب مضمونة 100% وشغالة على جميع الأجهزة الأندرويد والآيفون. يعني كل ما عليك أنه أنت تقوم باتباع جميع الخطوات، وإن شاء الله هذه الطريقة راح تشتغل معك 100% بدون أي شيء مشاكل. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.